مع انطلاقة الموسم السياحي في كردستان، احتضنت مدينة أربيل عاصمة الإقليم مؤتمرا سياحيا دوليا ضم العديد من الشركات السياحية الأجنبية والمحلية. ويهدف منظم المؤتمر الذي استمر ليومين إلى إنعاش العلاقات السياحية بين إقليم كردستان والشركات الأجنبية وتشجيع تلك الشركات لتوسيع نشاطاتها في الإقليم. أكيد هذا انطلاقة الموسم السياحي نعتبرها في إقليم كردستان العراق، و يبدأ العمل في الموسم السياحي إن شاء الله. نحاول من خلال هذا المؤتمر نقدم العروض السياحية من قبل الشركات السياحية لشركات من وسط وجنوب العراق ومن دول الجوار، وأعتقد هناك تحسن سوف يكون في جانب السياحة، ونأمل أنه تكون الموسم السياحي القادم موسم فعال وزاخر بقدوم السواح إلى الإقليم. المؤتمر شهد حضورا كبيرا للعديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة، منها شركات أجنبية وعراقية وأخرى محلية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال. هذه الشركات تأمل في إيجاد فرص جديدة للعمل في قطاع السياحة، لا سيما بعد وعود حكومية بتقديم تسهيلات للسياح وتوفير فرص للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، مما سيوفر أرضية جيدة لتوسيع النشاط السياحي. أكيد هذا المؤتمرات يساهم في تنشيط الحركة السياحية بين إقليم والبلدان المجاورة وداخل العراق بشكل عام، وانطونا الوعود من هيئة السياحة إقليم كردستان بأن يحاولون بأن يعني على تسهيل دخول السواح لإقليم كردستان من كل الأماكن وخاصة من جنوب العراق، من بغداد وجنوب العراق. هدفنا هو من هذه المؤتمر كيفية التعاون بين الشركات الأجنبية والشركات العراقية وشركات إقليم كردستان لكيفية جذب السواح إلى إقليم كردستان. هذا هو هدفنا الرئيسي، ليكون السياحة مصدرا من المصادر الواردة لإقليم كردستان ونفس الشيء للعراق بنفس المستوى، وبنفس الوقت موجودون هناك بالمؤتمر الشركات الاستثمارية، ونحاول نتواصل وياهم لاستثمار في إقليم كردستان لتطوير بنية تحتية لاقتصاد في خاصة للسياحة في إقليم كردستان العراق. معرض متنوع أقيم على هامش المؤتمر بمشاركة عدد من الشركات السياحية الأجنبية فضلا عن شركات محلية، ضم فعاليات متنوعة منها تقديم أكلات كردية شعبية وفعاليات فلكلورية أخرى. أشارك للمرة الخامسة في الكونفرنس السياحة والسفر في أربيل، أشارك في المعارض داخل أربيل والخارج الأقليم أيضا. بالنسبة للكونفرنس مال هاي السنة الحمد لله جبنا نجاح، والحمد لله الزوار مثل ما أنتم تشوفون جيدة بالنسبة للعام السنة الماضية، الحمد لله المشاركة جيدة جدا. بالنسبة أني شاركت بالقسم الفلكلوري في هاي الكونفرنس، وموقع جيد بالنسبة للفستيفال، أني صاحب محل الفلكلور أشارك بالفلكلور الكردستاني والفلكلور العراقي. هاي الأكلات اللي تشاهدون في هذا المعرض التي عرضت في هذا اليوم الثاني للمعرض السياحي في إقليم كردستان هي أكلات شعبية عادة استخدامها واستعملها الآباء والأمهات، ولكن تراثها الأبناء من جيل إلى جيل، وبقيت لحد الآن هذه الأكلات مفضلة لدى الشعب الكردي، ونسميها الخبز بالجبن أو بالكردي الصوكيت بنيري، وكذلك نستعمل غير هذه غير الجبن، نستعمل مثلا كزبرة جبن، أو كذلك نسميه في بعض الأحيان بناسكنان أو كاهل العربي ما يسمونه. وهذه الأكلات مفضلة لدى الشعب الكردي خصوصا في العصرونيات، يعني تؤكل مع الشاي ومع العصائر.